شهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. علم من أعلام السينما العربية المعاصرة ورائد مدرسة الإخراج الواقعي الفنان الكبير الأستاذ صلاح أبو سيف. أهلا أستاذ صلاح. أهلا بيك. احنا النهاردة يعني بتعمل عمل اهو بنقدمه بدون إخراج. لا كل حاجة فيها إخراج. ازاي؟ حتى إخراج مستتر ممكن. يعني تصور عام يعني. ممكن. أستاذ صلاح إذا سمحت ناخد بطاقتك فتقول لنا في لمحة موجزة الاسم والسن ومكان الميلاد إلى آخر هذه المعلومات الأولية يعني. الاسم صلاح الدين أبو سيف مسعود، الشهرة صلاح أبو سيف، الميلاد 10 مايو سنة 1915، بمولود بالقاهرة بحي بولاء. ايه تاني معلومات؟ ايه تاني؟ لا والله معلومات مهمة خصوصا بولاء. اولا انت نسيتني انك سنة 1915 فنسيت احسب 15. يعني انت بدأت تدخل في الحلقة السادسة يعني. ايه لا دخلت والحمد لله. ما انا بخففها شوية. وبعدين بولاء ده بيديني ليه انت عشت المدرسة الواقعية ولسه عايشها لغاية دلوقتي يعني في الحي الشعبي، والحياة بتتجسد في ناس وما بتفتعلش وما فيش فيها مساحيق ولا حاجة، كل واحد بيقول احساساته ساخنة وطبيعية ولا ايه؟ هو ما فيش شك ان لنشأتي في حي بولاء اللي هو حي مشهور، حي المكافحين او حي العمال، ودايما كان له ثورات وله جولات كبيرة جدا في الثورات. الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية والثورة المصرية. يعني في سنة 19 في الثورة المصرية كان في عمال العنابر اللي هي في بولاء برضو. العنابر السكه الحديد دي كانت في بولاء؟ دي مشهورة قوي عمال العنابر دول. طبعا في سنة 19 كانوا هم الوقود او هم المحرك الكبير للثورة يعني. فكان دايما بولاء يعني مشهورة، اولا ايام محمد علي باشا كمان كانت الميناء المهمة للبضائع، ومش في كل العصور الحقيقة اشتهر بولاء بنوع معين. في العهد الأخير اشتهر كمان بالفتوانة يعني. في فتوات بولاء مشهورين جدا يعني كان بدافع. لكن الحقيقة مولدي بولاء اداني إحساس كبير جدا بالشعب وولاد البلد وإصالتهم وحبهم للخير وحبهم لبعضهم ودفاعهم عن الحق ودفاعهم عن كل بعض والمعاملة بالشرف بينهم وبعضهم. هي في يعني مزايا كبيرة جدا وقيم أخلاقية بيراعيها ابن البلد اللي هو في الأحياء البلدية زي بولاء وباب الشعرية والسيدة زينب والأخر. يعني لون التكافل الاجتماعي الموجود وحب الناس لبعض وما فيش الفردية الموجودة في المدينة أو في الحياة المتحضرة قوي إلى آخر كل هذا يعني. ما فيش شك أنهم متمسكين بالقيم الأخلاقية القديمة، حبهم لبعضهم، الجار للجار، ممكن قوي أنك أنت تستعين بجارك في أي شيء ويضحي بنفسه ويضحي بأي حاجة عشان يساعدك ولا يمكن يخذلك. طيب يا سيدي، أنت رجل بولاق وابن بولاق ومن المفروض فعلا أنه كان لازم تكون عملت حاجة، وأنت حافظ تاريخ بولاق كويس قوي، يعني مثلا حاجة عن الثورة الفرنسية، حاجة عن شخصية فتوة من الفتوات والفلسفة اللي وراها، وكان إيه يعني إيه الفتوانة؟ وهي أنا بتهيالي أن الفتوانة دي كانت لون من إظهار الشجاعة اللي كبتها التدخل الأجنبي والقهر الأجنبي والاحتلال، فبيظل الإنسان يريد أن يثبت لنفسه لون من الفروسية ولون من التفوق فبيتفتون، أي أنه بيلجأ إلى معارك وبيلجأ إلى إظهار أيضا نواحي الجمال في شخصيته الأخوي. يعني مجال حلو لفيلم يكتب عن فتوة والفتوات ومعاركهم وصراعاتهم.
ما فيش شك يعني الكلام اللي قلته ده صح 100%، لكن للأسف أنا ما كانش فيه فرصة عمل الفيلم ده. أنا عملت فيلم اسمه الفتوة لكن ما كانش بيدور حوالين الفتوة. أنت عملت الفتوة فعلا؟ آه فعلا عملت فيلم الفتوة بطولة فريد شوقي بس كان كله بيدور حوالين سوق الخضار، حوالين السوق في اللي بيبيع الخضر والفاكهة اللي هو بجوار بولاق برضو فروض الفرج جنب بولاق، لكن ما كانش بيدور، كان بيدور على أساليب الاحتكار وأساليب إزاي استغلال قوة الشعب للناس للإسراء منه، لكن ما درش حوالين الفتوانة اللي أنت بتقصدها. ولكن نفسي أو منى عيني أو من الأفلام اللي أنا حاططها قدامي ومخبيها هو فيلم عن نابليون فعلا وأيام نابليون في القاهرة وإزاي كانت عيشته وإزاي حاربوه من غير أي سلاح، يعني حاجات اللي كانوا بيعملوها ازاي كانوا بيقدروا يتضامنوا مع بعضهم عشان يحاربوا. انا فاكر من التفاصيل الصغيرة الجميلة اللي ادتني حاجات انا استغلتها في افلامي لكن مش في عن نابليون. يعني انا فاكر مثلا من الحاجات اللي كانوا بيعملوها ان ازاي كانوا عاوزين يدوا لبعضهم موعد للمقابلة للشعب ضد اللي هو واقف قدام نابليون، فكان مش قادرين يتصلوا ببعضهم وفي احكام عرفيه وفي قيود وفي حاجه كده، فكان واحد يطلع على المدنة عشان اكنه بيدن ومع ذلك في وسط الادان يقول مكان وموعد المقابله. فكان يقول لك مثلا حي على الفلاح مش عارف ايه الميعاد النهارده الساعه 6. طبعا الفرنساويين مش فاهمين، هو فاهم ان ده بيقدم وبتاع والميعاد في الحته الفلانيه. فكان ده جميل جدا، يعني ازاي يقدر واحد يستغل الفرصة المتاحة عشان يعمل تجمع من الثوريين ضد المستعمر. رائع، يعني هي لون من صور المقاومة جميل يعني فعلا. لكن أنا شايف أنت ما بتتجهش أبدا إلى الفيلم التاريخي ليه؟ أو حتى السينما عموما، مش أنت بس، يعني السينما المصرية والسينما العربية اتجاهها إلى الأفلام التاريخية قليل ليه؟ الحقيقة الفيلم التاريخي مكلف، بيتكلف فلوس كتيرة جدا، محتاج لملابس، محتاج لحاجات، ودي الحقيقة الفيلم كسلعة بيستمد إيراداته من السوق، والسوق بتاعنا ضيق، السوق الخارجي أو السوق الداخلي ما يوازيش عمل أفلام ضخمة الإنتاج. عملنا صلاح الدين اتكلف حوالي 160 أو 170 ألف جنيه وكانت مخاطرة، عملنا فجر الإسلام اتكلف برضو حوالي 150 ألف جنيه وبرضو كانت مخاطرة. فهنا بيبقى فيه إحجام عن الفيلم التاريخي. لكن أنا أنتجت قبل كده أو أخرجت قبل كده فيلم مغامرة عنتر وعبلة في سنة 1947، عملت فيلم الصقر اللي هو كان أول إنتاج مشترك بيننا وبين إيطاليا سنة 49، عملت فجر الإسلام سنة 70، ودي كلها أفلام تاريخية يعني. لكن في قلة، ما فيش شك أنها الأفلام التاريخية قليلة. طب ليه احنا ما نقدرش نعمل فيلم اذا كانت السوق بتاعتنا ضيقه، حتى يعني السوق المحليه والسوق العربيه عموما؟ طب ما بنقدرش ليه نعمل فيلم ياخد الصفه العالميه؟ وبنشوف مثلا افلام لبلاد صغيره او حتى بدات بعدنا في السينما، احنا بدانا متقدمين جدا، بدانا من في الثلاثينات تقريبا او ما اعرفش في يعني 1927 اول فيلم مصري اخرج. يخيل الي انه ايطاليا كانت بادئه جدا، كانت لسه برضو لا زالت بتحبو في السينما في هذا الزمن يعني. لا، او يمكن ايطاليا من البلاد المتقدمه جدا في السينما، وهي ابتدت من اوائل البلاد، ابتدت قبلنا يعني قبلنا بكتير ومن اوائل البلاد اللي اشتهرت بالافلام التاريخيه الكبيره. يعني انتاجها الصامت كانت في وسط العالم كله، ايطاليا متخصصة او بارعة في انتاج الافلام التاريخية الضخمة. طيب يعني شكرا لتصحيح المعلومة، انما على اي حال انا بعتقد انه احنا بدأنا في فترة مبكرة، سنة 27 تعتبر فترة مبكرة بالنسبة لفن السينما كله، لانه يدوبك السينما الصامتة كانت ابتدت تنتهي في الوقت ده او على وشك ان تنتهي وتبدأ السينما الناطقة يعني، وكان مفروض ان احنا نبقى في مرحلة يعني جيدة جدا. بنشوف ان في بلاد اخرى تفوقت علينا واحنا تراجعنا الى الخلف، لماذا؟ عشان نكون يعني الحقيقة صراحة قوي، هي الحقيقة ما تنساش ان صناعة السينما وصناعة البنوك وصناعة الصحافة كلها في ايدي اليهود والصهاينة.
فهم المسيطرين على كل فئة. من الصعب جدا ان يسمحوا لك انك تعرض فيلم عربي في دور الدرجة الاولى في العالم، لدرجة انهم حاربونا محاربة فظيعة جدا. يعني يعني انا كان لي اسبوع في باريس سنة 73، فحرقوا السينما قبل الاسبوع بيوم. يعني كان الاسبوع هيبتدي يوم الاربع 5 يونيو، انا فاكر كويس، فاكر التاريخ كويس قوي. يوم الاربع صباحا او في الفجر بصينا لقينا السينما بتتحرق وما عرفناش السبب ايه. طبعا احنا كتمنا على الخبر وما قلناش ايه الحكاية عشان ما نخوفش الباقيين وما نخافش الجمهور ان هو يقبل، لان كان عندنا امل احنا هنعيد الاسبوع تاني، وفعلا عدناه بعديه ب6 اشهر. ولكن ما حبناش نكبر الحكاية ونتهم مين اللي عمل الحريقة المفتعلة دهية عشان ما نخوفش المتفرجين او ما نخافش اصحاب السينما التانيين. في الوقت نفسه قبليها بسنة برضو كان في فيلم الارض ليوسف شاهين بتاع عبد الرحمن الشرقاوي، كان بيتعرض في باريس في دور في دار سينما كبيره جدا، ومع ذلك وصل تهديد لصاحب السينما انه ما كانش هيشيل الفيلم هينسفوا له السينما، فاضطر انه يشيل بان الفيلم كان ناجح جدا. يعني هنا لازم نبص لها احنا يعني ازاي بنحارب او ازاي ما عندناش الامكانيه الكفايه ان احنا نعرض افلامنا بحريه. مع تقدير الكامل لكل هذه الظروف، يعني ضعف السوق المحلية، برضو السوق العربية على ساعتها ما تستوعبش الاستيعاب الكامل انها تمول تمويل حقيقي السينما، العالمية في ظروف بتقف بيننا وبينها. لكن هل دي كل الظروف؟ وعشان نكون صرحاء جدا، ألا يوجد تقصير من جانبنا كفنيين وكفنانين في صناعة السينما وفي عمل أفلام تجتذب الرأي العام العربي في كل بلد عربي وتجتذب أيضا الرأي العام العالمي؟ هل هي مجرد عوامل خارجة عنا فقط ولا أيضا عوامل فينا؟ الحقيقة عشان نكون صراحة، ولازم الواحد يدرس المسألة دراسة علمية ودراسة مبنية على إحصائيات ومعلومات صحيحة، بتجد دايما ان الافلام اللي احنا بنقول عليها افلام تافهه وافلام يعني ضحله جدا هي الافلام الرائجه، هي الافلام اللي بتجيب فلوس وايرادات. هو حصل تقدم في السنين الاخيره، في السنتين او 3 سنين الاخيره، ان السوق الداخلي ابتدى يدير ايرادات كبيره. ده مشجع على ان اعتقد ان ده هيصلح، لان كان الاول السينما بتجيب ايرادات حوالي 40% من الداخل و60% من الخارج، فكانت السينما خاضعة للذوق اللي هو بيوزع الأفلام. احنا عارفين العالم العربي كله مختلف، يعني مش الأذواق واحدة، كتير جدا من البلاد العربية ما بهمش الأفلام اللي بتعالج مشاكل اجتماعية تهم مصر، يقولك ده مش مهم، مش مهمة ان انا اشوف أفلام فقيرة وأفلام فيها جلاليب وأفلام. وفعلا في كتير جدا في لبنان او في أفلام في بلاد تانية يرفض الفيلم اللي فيه جلابية. لما ابتدى السنين دي بتتصلح الأرضات شوية، بقت دلوقتي 60% من الداخل و40% من الخارج. هنا هيكون للفيلم الهادف أو الفيلم اللي بيعالج مشكلة قومية أو مشكلة اجتماعية هيكون له سوق أكتر من الداخل، فما بتعتمدش عليه من على الخارج كتير قوي. الواقع إن الخارج بيتطلب نوع معين من الأفلام زي الأفلام الغنائية، وده برضو لان اللغة الدارجة او اللغة المصرية مش مفهومة في كل البلاد مظبوطة، برغم انها اللغة السائدة في وسط العالم العربي كله. يعني كتير جدا من اللهجة العراقية مثلا او اللهجة المغربية او اللهجة بتاع دي غير مفهومة بالمرة، لكن اللهجة المصرية بفضل الافلام وفضل الاغاني ابتدت تنتشر وابتدت تتفهم في العالم كله. لكن الناس دول يعني المتفرجين العرب بيفضلوا الفيلم اللي فيه اغاني لانهم بيتمتعوا بالغنوة. طب عظيم، يعني اذا كان جزء كبير جدا من السوق الخاص بالسينما هو السوق الخارجي، فليه ايضا الموضوعات قصرة على موضوعات مصرية؟ ما هي سينما عربية بتوجه للي بيفهموا اللغة العربية، سواء لغة سواء بلهجة مصرية او غير مصرية.
يعني إذا كانت السينما الأمريكية بتروح سيام وبتعمل فيلم في سيام وفيلم في الهند وفيلم في أمريكا الجنوبية وبتشوف قصص تاريخية في العالم كله وقصص اجتماعية وبتخرج بمناخ جديد للمتفرج. فليه مثلا السينما العربية ما بتروحش تصور حياة البادية، ما بتروحش تصور حياة البحر في الخليج، ما بتصورش الغوص، ما بتصورش فيلم عن الرعاة والرعي يعني أو عن الجبل في البلاد اللي فيها جبال زي جبال الأطلس أو غيرها. وفي حاجات كتير يعني لما الفيلم بيخرج وبيجيب مناظر من بلاد تانية بيبقى أمتع يعني. في الشك دي نقطة سليمة جدا يعني. وانا لما كنت مسؤول عن السينما في مؤسسة السينما كان من ضمن البرنامج اللي انا حاطه ان احنا لازم نعمل فيلم او فيلمين كل سنة في بلد عربية، يعني يكون انتاج مشترك بين مصر والمغرب، مصر وقطر، مصر والعراق. بهذا الشكل بحسنا احنا متقدمين في الصناعة وعندنا الفنيين وعندنا الممثلين المحبوبين وعندنا كل دول، فممكن نستغل لان دي حتى بتدي دفعة جديدة للمخرج انه يبدع، بغير ان المكان اللي تعود عليه خلاص بقت القاهرة وشوارع القاهرة. ده حتى احنا ما بنخرجش من القاهرة، يعني قليل جدا الافلام تلاقيها بتدور في الصعيد او في الاسكندرية، يعني ده تقصير 100% انا معترف بيه ان ده تقصير. واحنا لازم احنا اولا كجامعة عربية بتضم حوالي 20 دولة كتير جدا ما يعني جاهلين الحياة في البلاد دي، لازم نبتدي حتى بالافلام التسجيليه، لازم الفيلم التسجيلي يورينا العيشه فيها تقاليد كتير مثلا مشتركة. مجال جميل قوي للتصوير في السودان مثلا، في السودان ما في الشك، او في الصومال او في في كل البلاد دي، في كل البلاد دي في مجال جديد ويدي قماشه جديده للفنان عشان يبدع والناس متفرجين عايزه تتفرج فعلا يعني. يعني سواء اهل البلد اللي هم اصحاب البلد او العرب التانيين مهمتهم او يهمهم ان هم يتفرجوا على البلاد الجميله دي. انا شفت، انا زرت تقريبا الوطن العربي كله تقريبا، شفت جمال في اماكن لا يمكن يعادلها جمال اي بلد في اوروبا. فين يا استاذ صلاح؟ مثلا المغرب، المغرب في منتهى الجمال، بلد سياحية في منتهى الجمال، الناس في منتهى الحلاوة ومنتهى الدعة يعني، والشوم دايما مبتسم والشوم دايما، وازاي بيكرموا العادات بتاعتهم والتقاليد والرأس الشعبي بتاعهم. سوريا مثلا ممكن، او سوريا انا زرت سوريا كلها فلقيت مناطق لا تقل جمالا عن سويسرا وعن تشيكوسلوفاكيا، وكل منطقة بالرغم انهم قريبين وقرى جنب بعضهم لكن مختلفة جدا يعني. السودان، السودان بالتقاليد الحلوة بتاعتهم، بالجنوب السودان في كل حتة الحقيقة لو عدت لك البلاد، العراق مثلا، العراق بالبلاد الإسلامية النجف وكربلاء والحتة دي كلها مناطق الحقيقة لو صورنا فيها فيلم ممكن. أو تدينا كمان المنطقة بتاعت كركوك في الشمال جميلة جدا مثلا، يعني الواحد لو حاول يعدد الحلاوة أو الجمال اللي موجود في المناطق دي كلها ما 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 يعاوز ساعات وساعات يعني. لكن احنا محتاجين فعلا أولا الأفلام التسجيلية تعرفنا البلاد دي، وبعدين الأفلام روائية تحصل أحداثها في المناطق الجميلة والمناطق الوعرة والمناطق الغريبة اللي هي المتفرج العربي عاوز يتعرف. لأن الكاميرا في النهاية هي عين، والواحد بيحب يشوف أشياء جديدة، يعني هي عملية أنك ترى أشياء وبعدين عاوز تجدد كل مرة، تغير المناخ بيبقى حلو قوي. دي حاجة الحقيقة. والحاجة التانية أنه برضو في بحر واسع جدا اللي هو البحر الإسلامي، يعني بالإضافة للبلاد العربية العالم الإسلامي، الأفلام الدينية ممكن تنجح نجاح ضخم جدا 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 جدا. ومش قادر افهم لماذا لم تنجح حتى الان الافلام الدينيه، بحس يعني ممكن الفيلم اولا يعمل تاثير معنوي ضخم جدا ويدي قيم دينيه عظيمه جدا في الوقت نفسه، يربح ربح هائل جدا يدعم فن السينما. الحقيقه عاوزه نوع من الجرأه شويه في التوزيع، لان الفيلم الاسلامي يمكن ما بينجحش داخل مصر وده اللي حصل، لكن بينجح. أنا فيلم فجر الإسلام برغم أنه نجاحه كان محدود داخل الجمهورية لكن اتباع في الباكستان أو توزع في الباكستان ضر حوالي 40,000 دولار. مش بس كده المكسب المادي، لا، هو يوم عرض الفيلم أو أسبوع عرض الفيلم الأولاني في حوالي 10 تقدموا إلى الإذاعة وأعلنوا إسلامهم بعد ما رأوا الفيلم. دي ما في شك انها حاجة. انا سمعت عن طريق الشيخ الباقوري نفسه كان بيحكي على
أيام ما كان في سنة 56 أو 55 في إسماعيل، البلد اللي هم عملوا فيها أو الاجتماع دول المحايدة، بندونج، في بندونج والحتة دي كلها، كان بيعرضوا فيلم إسلامي أظن بلال أو حاجة زي كده. فبيقول ان البلد كلها وقفت على رجل وتكتلت حوالين، كان بيتعرض في دار السفارة في جنينة، في كل البلد وقفت كلها عاوزة تتفرج على الفيلم ده. معنى مفيش شك كل البلاد الإسلامية دي خصوصا لما بتبص لمصر على انها يعني مشرق الإسلام او مبعث النور كله، فممكن قوي ان احنا لازم حتى لو ما كانش الافلام دي بتنجح نجاح كبير في مصر، فدي لازم نعملها للتصدير فقط. أو هي ممكن تنجح نجاح كبير جدا في مصر. الشعب العربي في مصر شعب متدين بالطبيعة وقابل للانجذاب بتصوف شديد نحو الأفلام الدينية. يبقى فاضل أنه يمكن الأفلام الدينية ما بتقدرش تخاطبه وتصل إلى وجدانه تماما. هو الحقيقة بيحصل حسب التعداد رواد السينما أكثرهم من الشباب، الشباب المراهق يعني من سن بتاع لغايه 25 سنه. فاللي حصل ان ما كانش فيه اقبال على الفيلم الاسلامي اللي هو منتظر، بالرغم من ان اول فيلم اسلامي حصل اللي هو ظهور الاسلام اللي هو متاخد من قصه طه حسين الوعد الحق، كان نجاح يفوق الوصف، ودخلوا ناس عمرهم ما دخلوا سينما، ناس كانوا جايين بس عشان يخشوا السينما عشان يشوفوا الفيلم الإسلامي، لدرجة ان انا سمعت يعني كان قفشة لطيفة ان الناس كانت داخلة السينما تقوم بتقلع جزمتها قبل ما تخش السينما. ده شيء ظريف. طيب استاذ صلاح، يعني تحية ل حي بولاق، الحي الشعبي الجميل الأصيل اللي أنجب صلاح أبو سيف. لما تحب نسمع أغنية دلوقتي تكون نبعة من حي شعبي يعني، أو كنت بتسمعها وانت صغير أو فيها السمات الشعبية، فتفتكر نسمع إيه؟ الحقيقة هو عشان ندي الجو الشعبي، فيا إما يكون في مولد يا إما يكون في فرح، يعني المظاهر الشعبية، يا إما يكون في عركة. ما العرك ما فيهاش خناق، ما فيهاش اغاني، لما يكون في بياعين. لكن هو كل فرح لازم يكون في خناقه، وكل مول لازم يكون في خناقه. انت بتعمل كده في افلامك ضروري. طب يعني نسمعك ايه؟ واحده منهم يعني؟ اي حاجه اللي تلاقيها موجوده، يا اما مولد، واعتقد ان في سيد مكاوي له اغنيه عن المولد، او فرح. اعتقد شريفه فاضل ليها اغاني كتير. طيب هنسيبها بقى احنا وحظنا. ايوه. استاذ صلاح ابو سيف، اكاد اتصورك وانت طفل صغير بالبنطلون القصير في احد شوارع او حواري بولاق. هو شوارع ولا حواري؟ لا، هي حواري وعواطف او عطف. عطف عطف وضروب صغيره. يا ترى وانت في هذه السن المبكره كنت بتشوف افلام وكان بيخطر في بالك يوما ما انك انت هتكون احد اعلام هذا الفن الجميل المسمى فن السينما؟ وكيف تطور بك الامر الى ان اصبحت المخرج اللامع صلاح ابو سيف؟ الحقيقه انا ليا حكايه كبيره قوي مع السينما تكاد تكون روايه. هو في سنة 25 كنت طفل عند 10 سنين، ابتدى كانت يغيروا نظم التعليم، وبعد ما كان الواحد بياخد الابتدائية في السنة الرابعة الابتدائية عملوها في سنة 5 ابتدائية وزودوا سنة. فأنا كنت داخل، كنت في سنة تالتة وهتنقل رابعة عشان اخد الابتدائية، فزودوا سنة. فطبعا المدرسة ما كانتش عاوزة تزود السنة دهيت، فقالوا لنا ناخد دروس خصوصية بالليل في المساء عشان نتنقل من تالتة إلى خمسة مرة واحدة وناخد الابتدائية وما نضيعش علينا سنة. فابتدينا ناخد دروس خاصة، يعني بندرس في الصباح دروس سنة رابعة وفي المساء ندرس دروس سنة خمسة على إنهم سنتين. فجاي في يوم من الأيام طلع في دماغي إن أنا مش عاوز أروح المدرسة المسائية، فلكن مضطر ان انا ارجع البيت في نفس الميعاد حتى لا يعني اكشف وابقى بان ان انا زوغت يعني. ففضلت ماشي في شوارع القاهرة
خرجت من حي بولاق طبعا ومشيت لغاية ما لقيت قدامي صور ودار محطوط عليها صور وحاجات كده. عجبني الجو، استغربت ايه ده، بصيت لا ده سينما لاول مره كنت بسمع، اعرفش حاجات سينما ابدا. فسالت الدخول بكام، لقيته بقرش ساغ. بالصدفه السعيده كان معايا ساغ في جيبي. الصدفه السعيده. طبعا القرش ساغ ده كان ثروه كبيره قوي. فعلا كنا ناخد مليم مصروف هي كده يعني، ما اعرفش انا كان في جيبي ساغ ازاي يعني. فدخلت السينما ودخلت، رحت قاعد في اول صف قدام الشاشة على طول، وكل ما الاقي الناس كلها بتخش اللي بتقطع تذاكر بعد مني بتخش وتقعد ورا، فافتكرت ان دول مش قاطعين بقى ساغ زي يعني، دول درجة تالتة بقى قاطعين بقى بتلاتة مليم لازم. فبصيت لقيت بعد شوية السينما اتملت، وجه واحد قال لي انت قاعد كده ليه؟ انا قاعد وطبعا رقبتي مش رقبة لفوق خالص وبش للشاشه. جه قال لي كده دماغك هتوجعك، اقعد ورا. قلت له لا ده انا قاطع بقرش ساغ. قال لي لا ما كلنا قاطعين بقرش ساغ، لكن السينما تتفرج عليها من ورا مش من قدام. فاستغربت واضطريت ارجع، لكن ما رجعتش كتير لان السينما كانت اتزحمت. وابتدت السينما فشفت عالم عجيب جدا، شفت فيلم شارلي شابلن، شفت فيلم لواحد اسمه طرزان الى مولينكولن، حاجات عجيبه لدرجه ان انا لما روحت البيت في المعاد ما قدرتش اكتم دهشتي وحكيت على اللي انا شفته. فطبعا تبينوا ان انا زوغت من المدرسه وما روحتش، فكان نصيبي علقه شديده جدا. لكن رجعت تاني يوم الصبح في المدرسه وحكيت للاكتشاف اللي انا شفته على الولاد اصحابي. ايه اللي انا اكتشفته؟ انا فاهم ان انا اكتشفت حاجه عجيبه جدا. وقررنا ان احنا نروح السينما تاني، كل واحد يحوش القرش ساخ عشان نروح السينما مع بعضينا. فاجتمعنا كلنا ورحنا، لدهشتي ان انا لقيت نفس الفيلم هو. انا فاهم ان كل يوم كل ما اروح الاقي فيلم جديد يعني. هو رجعت من السينما برضه وخدت علقه تاني، واستمريت حياتي على طول كل جمعة اروح السينما مرة وارجع اخد علقة. لازم انت استمرأت العلق. بقت طبيعية جدا لدرجة ان انا كنت باجي ارجع من السينما مد رجلي عشان اتضرب واخلص يعني. ما كانش فيه اي نوع من المقاومة. وبعدين انا عجبتني السينما دي، فجبت صندوق وركبت فيه شوية صور وعملت لقيت عدسة وركبتها، وبقيت ألم ولاد الحارة وأفرجهم على السينما، بدور السينما بإيدي واتفرجوا عليها زي صندوق العجب كده وحاجات حاجات كده. بالظبط. لغاية ما يعني إحنا كل فاهمين إن الممثلين على الشاشة هم اللي بيعملوا كل حاجة، فكان كل همي إن أنا امتى هبقى ممثل كبير زي اللي بيطلعوا على الشاشه دول. حتى ان يعني كان دايما الابطال ليهم اصدقاء كده صغيرين يعني كوميدي وحاجه كده، فبنفتكر ان دول حاجه قليله ممكن الواحد الاول يطلع حاجه زي كده يعني. لغايه يوم الايام خارج من سينما اولمبيا في ميدان العتبه، فلقيت مكتبه من بتوع شارع محمد علي وحط كتاب صغير مكتوب عليه باللغه العربيه كيف تكون ممثل سينما، تعريب الاديب شفيق حنين. فقلت هو ده اللي هيوصلني للسينما على طول. فلقيت سالت على ثمن الكتاب، لقيته قرشين ساغ. طبعا قرشين ساغ دي ثروه مش ممكن احصل عليها، فاضطريت ان انا اقعد اسبوع لغايه ما احوش القرشين الساغ، ورجعت بقيت خايف لحسن الكتاب يضيع، فلقيته موجود فاشتريت الكتاب وحتى اقراه. لكن لقيته حاجه غريبه جدا، هو بيوصف زي الفيلم بيتعمل ومين اللي بيشتغلوا في الفيلم. وبعدين لقيت حلقة مخصوصة أو فصل مخصوص عن حاجة اسمها المدير الفني، وفاكر كويس جدا إزاي بيبتدي الحلقة، بيقول لك إذا دخلت استوديو من استوديوهات هتلاقي واحد قاعد على كرسي مشغول شوية وبيفكر، اوعى تروح تكلمه ولا أي حاجة أو تزعجه، لأن هو ده الراجل المدير الفني، هو المخرج بتاع الفيلم، هو ده اللي بيوجه الممثلين، هو ده اللي بيدير الفيلم، هو اللي بيعمل كل حاجة، وهو صاحب الفيلم وهو بتاع. عجبتني الحكايه دي، ده هو ده اهم من الممثل يعني. فبديت من يومها اتبه ان في شخصيه تانية او حاجه مهمه اهم من الممثل هي اللي بتدفعه وهي اللي بتوريه وهي اللي بتقوده وهي اللي بتديره. فابتديت اتجه طب ازاي اتعلم الاخراج ده. ابتديت كنت انتقلت بقى المدرسة الثانوية، ابتديت كنا بناخد دروس فرنساوي ودروس انجليزي. مع انه في الفترة دي يا استاذ صلاح كان الممثل هو اللي واخد كل الجلوري كل المجد بتاع السينما. ما انا بقول لك انا بس هو الكتاب ده اللي غير تفكيري.
يعني كل المسائل دي كلها كانت في دماغ الممثل. لكن الكتاب ده اداني شخصية تانية مهمة اهم من الممثل، فابتديت ازاي اوجه نفسي للعمل الجديد ده اللي هو المدير الفني او المخرج. المعهد الوحيد اللي كان موجود في العالم كله كان معهد موسكو، وطبعا حتى في امريكا وانجلترا وفرنسا ما كانش في معهد سينما خالص. يعني فضلت بقى ازاي عاوز اعرف معلومات عن السينما، خلاص فكره التمثيل دي راحت. انت في ابتدائي يعني ما فكرتش مثلا تبقى مهندس ولا محامي ولا مدرس ولا زي اي تلميذ في ابتدائي بيفكر في مستقبله وفق النماذج اللي قدامه يعني؟ لا، انا كنت خدت الابتدائي بقى وانتقلت للمدارس الثانويه. وعايشه بقى في ذهنك في دماغي المخرج ده. كان وصلنا لسنه 27، فكانت عزاء امير عملت اول فيلم مصري وابتدى في شركه، سمعنا بقى ان في سينما مصري. إيه؟ فيلم ليلى. ليلى بس. ليلى بس. اسمها ليلى كده. اول فيلم مصري انتج في مصر واتعمل في مصر. فابتدينا يعني الواحد يجي له امل بقى ازاي. فانا الفت روايه وبعتها لعزاء امير، فجالي جواب قال لي ان احنا تسلمنا روايتك وان شاء الله بعد ما نخلص من الانتاج اللي في ايدنا هننظر فيها. ده ظريف. فطبعا انا خدت جواب بفرحه. المدرسه بتاعت المدرسه الثانويه اللي انا كنت فيها كان فيها حوالي 1500 طالب، ال 1500 طالب قروا الجواب ده وبقيت بقى معتبر نفسي عملت يافطه مؤلف سينمائي خلاص، ما دام شركه ازيز فيلم بعتت لي والظرف عليه ازيز فيلم وحضره الاستاذ صلاح ابو سيف، فيعني حاجه والاستاذ والتلميذ بقى حاجه يعني خلاص بقى. وابتديت ابص ان انا يعني طب اكمل دراستي ليه؟ انا عامل ايه؟ ما انا راجل مشهور دلوقتي وبيجي لي جوابات من ازيز فيلم وبتاع. فدخلت، كان عندنا حصه هندسه، فدخلت فقعدت كده مستهتر بالاستاذ ومش عاوز. فطبعا الراجل اندهش المدرس فقال لي ايه مالك وبتاع، كلام فارغ اللي بتدرسوه لنا احنا، انا تنفعني ايه في الهندسه دي وبتاع. المقصود تطولت عليه وراح طردني. رجعت البيت فبصت لقيت والدتي لقيتني راجع بدري، تسائلت جاي ليه، قلت لها كلام فارغ مدرسه اعمل بيها ايه المدرسه ده، انا مش عارف كده، انا الفت روايه بكره اخد فيها الاف الجنيهات ودي مش عارف كذا وكذا. فطبعا كانت والدتي الله يرحمها الحقيقه كانت ست عاقله وكانت ست من الستات اللي اول ستات اتعلموا في مصر، كانت تقدر تقرا وتكتب، فدي كانت مديها ميزه انها ازاي تقدر تحكم. قالت لي جالك جواب بالشكل ده؟ خدت الجواب قريته فقالت لي عجيبه ان انت عاوز تعمل مؤلف وانت مش فاهم العربي اللي مكتوب في الجواب. قلت لها ليه؟ قالت لي قريته كويس. قلت لها ايوه قريته كويس، هياخدوا الروايه بتاعتي. قالت لا مش هياخدوا الروايه بتاعتي، بقول لك ان احنا ان شاء الله بعد ما نخلص من اللي في ايدينا هنبقى ننظر في الروايه بتاعتك. قلت لها طب ما واحد. قلت لي ارجع مدرستك احسن، احسن ما تتضرب علقه وترجع. فطبعا لا ينتهي كده، لكن يعني بصيت من الشباك لقيت ولي امري جاي وعرفت ان فيها علقه فخدتها من قصرها ورجعت المدرسه تاني. لكن كل همي في دراستي كلها ما بقاش المساله الا اني اجيد اللغه الانجليزي والفرنساوي عشان اقدر، لان ما لقيتش مصادر للدراسه الا المجلات والكتب الاجنبيه، ما فيش كتب عربي. فبقيت كل همي ان انا اتعلم انجليزي وفرنساوي على درجه كبيره تساعدني على ان اقرا. وفعلا ده بقيت اتبه لدروس الانجليزي والفرنساوي بشكل دقيق جدا عشان اقرا. وابتديت اقرا المجلات، كانت صعب عليا جدا، طالب في ثانوي اولى وثانيه ثانوي صعب ان انا ازاي اقرا مجله انجليزي او مجله فرنساوي يعني. وكانت مجلات غالية طبعا، فكنت أروح في المكاتب اللي هي بتستورد المجلات وبعد الرجوع بترجع الراس بس بتاعت المجلة وتخلي المجلة هنا عشان إنها ما تبعتش، فكانت تبيعها بتمن رخيص، فكنت أشتريها وأقعد بقى أدقق في الألفاظ لغاية ما أعرف اللي مكتوب عن السينما إيه. فضلت شوية شوية لغاية ما بقيت يعني تقدمت كتير، بقيت بعت انجلترا عشان اجيب كتب سينما، كنت بشوف الاعلان بتاعتها في المجلات الانجليزي اللي انا بقراها. طبعا المجلات دي ما كانتش مجلات سينما فنيه، دي كانت مجلات برضو ممثلين والممثل فلان، لكن ما كانش فيها مجلات فن. فالكتاب كتب دي لقيتها عنها اعلانات، فبعت انجلترا وبعتولي الكتب.
ابتديت ادرس لقيت حاجات غريبه عليا، لدرجه انا فاكر مثلا اول كلمه شفتها شوتينج، افتح القاموس الاقي شوتينج يعني يصطاد. طب ايه اللي دخل الصيد في السينما؟ مفيش حاجه. لغايه ما سالت واحد قال لا شوتينج يعني تصوير، اللي هو يصطاد الصور يعني. فطبعا خدت بقى يعني مقالب كتير جدا لغايه ما بقيت يعني اتقن شويه اللغه، واستمريت في دراستي، وجهت دراستي برضو عشان اقدر ازاي تساعدني على القرايه، لغايه ما خلصت الدراسه. وفي الوقت ده كان ساعدتني المجلات ان انا احد اترجم شويه حاجات واكتب شويه حاجات وانشرها في المجلات اللي كانت منتشره اياميها، مجله الصباح ومجله ابو الهول والعروسه والحاجات كلها. فطبعا كانوا بيلاقوا مصادر لمقالات عن السينما من غير من واحد بياخدش فلوس يعني، ما بيقبضش ولا حاجه. فلغايه ما اتخرجت من مدرسه التجاره فابتديت اشتغل في الصحافه، اكتب برضو عن السينما، لكن ما كانش مش ده اللي انا عاوزه يعني، كان في تنفيذ. فكان كل همي ان انا ازاي اسافر برا عشان التحق بالاستوديوهات او التحق باي حاجه تعلمني السينما، لكن ما قدرتش لغايه، وما كانش فيه سينما في مصر بالظبط لغايه ما انشئ استوديو مصر في سنة 1935. أنا التحقت به سنة آخر سنة 36، اشتغلت في قسم المونتاج، وبعدين سافرت بعثة سنة 39 لباريس، وقعدت أدرس حوالي 6 أشهر. قامت الحرب سنة 39، فاضطريت أن أقعد هناك شهر في أيام الحرب، كانت أيام عصيبة جدا طبعا، قنابل وبتاع فوق دماغي، لكن انا مش عاوز اتحرك، لان مش معقول ان انا حلم بحلم بيه بقالي كذا سنه واجي باريس وبعدين ارجع من غير ما اتمم دروس يعني. لكن اضطريت ان مفيش فايده، بعتوا مركب عشان تلم كل المصريين اللي موجودين في اوروبا. قعدنا في مارسيليا حوالي 19 يوم بالمركب، كل يوم اظلام تام وقاعدين خايفين. استغرقت الرحلة، هي كانت بتستغرق 4 أيام من مارسيليا لغاية الإسكندرية، استغرقت حوالي أكتر من 10 أيام. كان عليه على المركب مجموعة كبيرة من المصريين، كان في طه حسين وكان في محمد التابعي وأحمد الصاوي محمد، مجموعة كبيرة الحقيقة، كان كل المصريين الموجودين في أوروبا في كان سبتمبر أكتوبر كده سنة 39. ورجعنا وابتديت كفاح تاني في استوديو مصر، كنت أياميها بشتغل في استوديو مصر في قسم المونتاج. ابتديت في استوديو مصر، ابتديت الرحله بقى العويصه في السينما العمليه. يعني من موظف المونتاج الى ايه؟ من موظف كنت مساعد في قسم المونتاج الى رئيس قسم المونتاج. وفي الوقت نفسي كنت بخرج افلام قصيره وافلام تسجيليه لغايه سنه 45. في سنة 45 ابتديت أول فيلم طويل روائي طويل بخرجه، اللي هو فيلم إيه؟ اللي هو فيلم دايما في قلبي، بطولة عائلة راتب وعماد حمدي. طب كده مر لنا إذا سمحت على شوية أسماء من أفلامك. هو الحقيقة أنا حياتي بتتكون من مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة قص النبض، أو لسه ما كنتش عارف بوضع رجلي فين، ما فيش أسلوب معين يعني، لا لسه أنا بدور على نفسي وبدور على أسلوبي وحاول أثبت نفسي كمخرج، اللي هي من سنة 45 لسنة 50. عملت حوالي 5 أفلام متنوعين خالص ما لهمش علاقة ببعض أبدا. دايما في قلبي كان فيلم عاطفي، المنتخب كان فيلم غنائي رمزي، مغامرات عنتر وعبلة كان فيلم مغامرات وتاريخي، شارع بهلوان كان فيلم كوميدي، الصقر فيلم تاريخي. لغاية سنة 51 عملت أول فيلم في المرحلة الثانية بقى من حياتي، اللي هو لاكيوما ظالم، اللي هو أول فيلم واقعي بتاع اللي هما بيعتبروه امتداد لفيلم العزيمة. 51 لغاية 56 57 عملت برضو حوالي 6 أفلام اللي هي مشهورة بالأهم أفلام واقعية أنتجت في مصر، اللي هي لاكيوما ظالم، لص حسن، رايا وسكينة، الوحش، شباب امرأة، الفتوة. وبعدين ابتدت مرحلة تانية اللي هي بيسموها مرحلة إحسان عبد القدوس، مرحلة أفلام عاطفية بتعالج مشاكل اجتماعية، اللي هي الوسادة الخالية ولا أنام والطريق المسدود والبنات والصيف ولا تطفئ الشمس ومش عارف لوعة الحب، مجموعة من الأفلام بتعالج مشاكل اجتماعية. وبعدين رجعت تاني للأفلام الاجتماعية اللي هي بداية ونهاية ولا وقت الحب وبين السماء والأرض
لغاية ما جت أسسة مومنت السينما في مصر أو أنشئ القطاع العام، فأسند إلي رئيس مجلس الإدارة الأول شركة إنتاج من 63 لغاية 65، وبعدين رجعت للإخراج، عملت القاهرة 30، وبعدين الزوجة الثانية والقضية 68 وشيء من العذاب وفجر الإسلام واسمه ده وحمام ملطيلي وكذاب أخيرا. إيه أنجح أفلامك في رأيك من ناحية تجارية ومن ناحية الشباك؟ من ناحية الشباك يمكن يكون رايا وسكينة وشباب امرأة، دول أنجح أفلام تجاريا، أو كان في الأياميها إيرادات تعملوا إيرادات خيالية. الوساد الخالية راخر من الأفلام اللي عملت إيرادات كبيرة. بعد كده بقى الأفلام الحديثة يعني. طب أنجح أفلامك فنيا في رأيك، فيلم أنت معتز به؟ يعني هو في مجموعة أفلام مش فيلم واحد. يعني اثنين ثلاثة مثلا. بداية ونهاية مثلا. القاهرة 30، الزوجة الثانية، شباب امرأة. يعني مجموعة أفلام. في أفلام بقى ليها ذكريات من الأفلام دي، بقول لك زي الأولاد. فتلاقي مثلا عندك ابن شوية تعبان شوية، صحته عليلة شوية، فدايما تلاقي في عطف خاص لك. ففي عندي مثلا فيلم بين السماء والأرض اللي هو عملته سنة 59، وبيدور أحداثه كلها في داخل مصعد في عمارة كبيرة، في 14 شخص طالعين في المصعد إلى الأدوار العليا، فبيقف بيهم الأسانسير وبيصطف الموت. أنا شفت الفيلم افتكرته. كل أحداث الفيلم في المصعد. في المصعد. الساعتين. أيوة. فكان الحقيقة أنا بعتبره كان مع عملية تحريك عضلات لمخرج عاوز يثبت نفسه إن هو بيقدر يعمل يدير 14 شخص محبوسين في مكان مترين في مترين. يعني إنه يخالف القاعدة العامة للسينما وهي الحركة بالانحصار. بالضبط. يعني والمجالات الواسعة، الناس عاوزة تتفرج، عاوزة تحس بالانطلاق وتحس بالراحة وهي بتتفرج على لاندسكيب كبير. مش عاوز تحسس الناس بالراحة. لا يعني الحقيقة من السينما عاوز أدي جو جديد. جو جديد. الحقيقة إن الفيلم لقى فشل كبير جدا في عرضه الأولاني في السينما. الناس، أنا فاكر الناس كانت خارجة من السينما تقول إيه ده، هتموتونا، هتخنق، أنا مش عارف بتاع دي الله. فأنا اندهشت الحقيقة وحاولت أدرس ليه الفيلم ده ما لقاش الإقبال اللي أنا كنت منتظره له، فما قدرتش أبدا. لكن لحسن الحظ الفيلم بعد 10 سنين عرض في التلفزيون، فعمل نجاح فوق الوصف لدرجة الناس كل يوم بتقابلني تاني يوم، الله الفيلم ده احنا ما شفناش، اتعمل امتى؟ ما شافتوش السينما قبل كده. هو بيفكرني برضو بفيلم عمله هيتشكوك بس نجح فيه قوي، اللي هو الراجل اللي فضل طول الفيلم متجبس والكاميرا عليه وعلى البيوت المصور المراوة. اللي هو اصيب في حادث. مصور اصيب في حادث رجليه متجبسه، بيتفرج على الجيران بالعدسه المكبره بتاعته لغايه ما استكشف جريمه. فبرضو هيتشكوك كان بيتحدى السينما يعني. لا، وفي هيتشكوك برضو له فيلم تاني من نفس هذا النوع، فيلم برضو كم 4 أشخاص والحاجة كده في قارب للنجاة، كان اسمه قارب النجاة. خلصوا من مركب غرقت وفضلوا طول الوقت يكافحوا الموت في القارب. هو الحقيقة بس انت بقى فيلمك يعني أصعب، لأنه ناس محشورين في أسانسير. أنا فعلا كنت حاسس أن أنا يعني صدري تعبان يعني. هو ده اللي أنا كنت أقصده، ونفسي تعبان يعني. لذلك أنا يعني 20 واحد محشورين مش عارفين يتحركوا، وبعدين قاعدين ساعة ونص ولا ساعتين بهذا الشكل. طبعا الواحد بينعكس عليه المنظر يعني. هو اللي أنا أقصده ده، اللي أقصده وذلك قدمت الفيلم، كان في تقدمة أن الفيلم حصل في نص في عز الصيف والحر والجو الخانق، وازاي ممكن عشان ازود التوتر، ازود ازاي الاحساس بالخنقه، هو عملته في الجو ده يعني. يعني فشل فشل ذريع. لكن ما فيش حد من الجمهور كده يعني اراد ان ينتقم منك ولا حاجه يعني؟ ما تعرضتش لاي ايذاء؟ لا يعني ده ما فيش، بس ولو كلاما. ما انا بقول لك، وانا واقف في السينما في حفله الساعه 10 الصبح لقيت واحد خارج قال ايه القرف ده، هو ان هتموتونا وبتاع دي، فانا اندهشت لازم مجنون. حاجه بصيت لقيت الجمهور كله خارج بهذا الشكل يعني. لكن انا بعتبره نقطه يعني، ما كنتش قلت انا بعمل تجربه جديده لازم استحمل نتيجتها يعني. استاذ صلاح، ذكرت لي في معرض روايتك لتاريخ حياتك انك
قريت ان المخرج هو الراجل اللي بيقعد على الكرسي ومحدش يكلمه علشان بيبقى ذهنه كله مركز على الفيلم، وهو راجل يكسب في النهاية آلاف الجنيهات. فأولا هل الصورة دي لك كمخرج؟ انت من النوع العصبي اللي بيبقى هائج في الاستوديو وبيخوف ومش قادر اعصابه ولعه، ولا انت هادئ، ولا انت وسط؟ يعني طريقتك ايه النفسيه؟ لا انا يعني بمتاز اعصاب هادئ هدوء شديد جدا. يعني لا يمكن اتحرك لاي حاجه، وبعدين بعتقد ان انا بتعامل مع فنانين بيشتغلوا بأعصابهم بعواطفهم، فلازم تكون عامله لدرجة ان انا اتجه قرب اي ممثل في ودنه عشان اقول له الملاحظة اللي انا عاوز اقولها، ولا يمكن اقول حاجة بالصريخ حتى لو كان بيني وبين الاف الاميال. يعني ساعات بكون في الصحراء وممثل على اخر الدنيا، فاروح له لغاية عنده اقول له لا. وبعدين حتى في التسجيل تلاقي ان دايما بقول كويس جدا نعيد مرة تانية. هو كويس جدا لازم عشان اشجعه على انه عمل حاجة، لكن عاوز اعيد مرة تانية. حسنا أيها المخرج الهادي الأعصاب، يا ترى في حياتك في الإخراج، حياة طويلة عريضة ومليئة وحافلة، ما حصلش في لحظة إنه هذه الأعصاب الهادئة فلتت منك، أو كان مفروض إنها تشتعل، أو على الأقل يعني أنت عملت مجهود عشان تسيطر عليها؟ لا، هو يعني دايما بحاول إن أنا أسيطر عليها، خصوصا لما تبص اللي أنت بتتعامل مع مين يعني. يعني لكن انا بخصوص الهدوء ده، وان المخرج اللي قاعد على الكرسي تتعامل مع مين؟ مع فنانين يعني. وتتعامل مع مين برضو من الناس؟ لما انا عملت رأي وسكينة كان في وسط المذبح وفي وسط الجزارين، فكان يعني كله اي حاجة تبص تلاقي ايده على السكينة على طول يعني. مش حاجة. لكن يحضرني بقى بمناسبة المخرج الهادي اللي قاعد على الكرسي ده، في سنة 55 كانت اولادي يعني سن صغير او 5 سنين، حتى ابني الكبير كان عنده 5 سنين، فكانوا دايما ولادي يسالوني انت بتشتغل ايه يا بابا؟ فاقول لهم مخرج، فمش فاهمين مخرج يعني. هم في المدرسه معاهم اولاد ابوهم دكاتره مهندسين محامين، لكن مخرج مش عارفين المخرج ده بيشتغل ايه. فبقى يسالني كل ما يسال واحنا فايتين في الشارع على السينما، يقول السينما دي بتاعتك يا بابا؟ اقول لهم لا مش بتاعتي. فبقوا مش فاهمين ابدا، لدرجه يعني لا ملك سينما ولا ممثل في فيلم بيطلع ولا حاجه ولا ما مش فاهمين الحكايه. لغايه انا من الحقيقه وانا بشتغل، اما ارجع البيت برجع مجهد جدا وتعبان قوي وخالص دماغي، فبقى اترمي على كرسي اقعد شويه اهدى وافكر في اللي انا عملته ايه اللي انا عملته، هل في حاجه غلط في اللي اتعملت، ايه اللي اعيد حساباتي شويه. فكل ما الولاد طبعا يلاقوني جيت، طبعا ما بيصدقوا اني جيت، يتنططوا وعاوزين يتكلموا وعاوزين يلعبوا، فمامتهم تقول لهم ابعدوا عن بابا سيبوه شويه دلوقتي جاي من الشغل تعبان وسيبوه شويه. لغايه ما جه في يوم من الايام ابني قال لي اجي معاك للاستوديو، فمامته قالت لي خده شويه يتفرج على شغلك ايه وبتاع دي. تخدته، كنا بنشغل شباب امرأة تحية كاريوكا. تحية كاريوكا الحقيقة جوها في الشغل جو لذيذ جدا يعني تسير في الاستوديو دايما جو ضاحك وجاي جو عائلي، معانا الحاج وحيد فريد المصور وانا وتحية كاريوكا ومجموعة كبيرة كلنا كان بنشتغل في جو عائلي جميل، تحس انك انت مش في فيلم، تحس ان الناس عاملين رحلة عاملين حاجة يعني بنلعب مش بنشتغل يعني، لكن كل واحد بيأدي شغله مظبوط. فجه ابني طبعا بعد تلقي شيء من التحذيرات والنصايح وما تعملش وما تشقاش ولو عزموا عليك بحاجة ما تقبلهاش قول ميرسي وحاجة كده طبعا الحاجات المصطنعة اللي ملهاش دي كلها. فطبعا جه أول حاجة صدم بيها الولد تحكي له كده دايما أو كنا متبعين أسلوب إن كل واحد مننا يجيب أكل كل يوم. فبص لقى في خطف وفي بتاع اكل بالايد وحاجات عجيبه. الولد قال لك الله هم دول اللي بيحذروني يقولوا لي مش عارف ايه، وكل بالشوكه والسكينه واحده في وسط همج مش. فطبعا خاب امله، لكن قضى اليوم لطيف جدا بيلعب وبيركب فوق الكاميرا وفي الونش بتاع الكاميرا بيطلع عليه، يعني جو جميل قوي. لغايه ما ايه رجعنا البيت وانا طبعا خدت الموقف بتاعي برضو، اترميت على الكرسي وبس ريح وبس يعني بهدى شوية. فجم اخواته
هيتنططوا على عليا ومش عارف ايه بتاع دي. فمامتي قالت له ابعده، بابا جاي من الشغل شويه يعني، خلوه يستريح شويه. فهو لقيت ابني وقف وقال لها والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا ماما كلهم في الاستوديو بيشتغلوا الا بابا قاعد على الكرسي ما بيعملش حاجه. فده يدل على ابني يعني دايما المخرج مضطر فاهمين ان هو ما دام قاعد على الكرسي ما بيعملش حاجه يعني. يعني يمكن الولد ادى صوره باحساسه ظريفه. ها وده فكر الجمهور انه فعلا ان الاخراج ده حاجه بسيطه. انا واحد بيقول لك بيحرك الشغل بتاع لك ومش فاهمين ايه اللي في دماغ المخرج وايه المسؤوليه اللي على عاتقه يعني. طب يعني قولها لنا دي يعني بشيء من الايجاز يعني. ما فيش شك المخرج بيختار الموضوع، بيحاول او هو بيواكب الموضوع لغاية ما يتحول من رواية او من قصة الى سيناريو. كل دي ازاي تترجم الافكار، الكلمات المكتوبة اللغة عربية او لغة ادبية الى صور معبرة، وبعدين ازاي بتختار الممثلين اللازمين، وبعدين ازاي تختار الفنيين اللي ساعدوك ويكونوا عون لك في اعمالك. لانك انت ما فيش شك انت كمخرج انت صاحب الرؤيه بتاع الفيلم، انت اللي بتحكي الفيلم، لكن محتاج لناس يقفوا جنبك، المصور وبتاع المونتاج وبتاع المزيكا وبتاع الديكور وبتاع المكياج والممثلين، كل دول مساعدين لك او ادوات لك بتشتغل بيهم عشان تعمل بيهم الفيلم. فما كنتش تقدر تحطهم في المود بتاعتك او في الحاله بتاعتك وتشربهم الفيلم، الفيلم مش هيطلع فيلم سليم. وبعدين لازم يكون المخرج على درايه بجميع انواع الاعمال اللي هو بيزولها الاخرين، يعني بالتصوير لازم يكون عنده درايه، بالمونتاج لازم يكون عنده درايه، بالديكور، بالمزيكا، والا ما يعرفش يناقش ان هو القائد بتاعهم. ما كانش القائد يعرف اعمال دول لدرجه ان هو اما واحد يقول له لا دي مثلا ما تتعملش او ده ما اقدرش اعملها او كده، لازم يكون عنده جاهز يقول له لا دي تتعمل بالشكل الفلاني. مش ضروري يكون اخصائي يعني، مش ضروري هو بيصور، مش ضروري يكون بيمثل، لكن لازم يفهم في التمثيل ازاي يقدر يقود ممثل، وازاي اذا ادى ممثل الدور بشيء مبالغه او بشيء من الخفية او بشيء من الخطا لازم يعرف ازاي يقوده، وبعدين ازاي يعمل بينه وبين الممثلين التانيين انسجام، لان لازم يكونوا زي الاوركسترا، اما واحد ينشز يبوظ التانيين، فازاي المخرج يقودهم كلهم؟ هو مش ضروري يكون ممثل. وذلك في مدرستين من المخرجين، المخرج اللي هو اصله ممثل او غاوي تمثيل وما جاتلوش الفرصه، فتلاقيه بينفس عن الكابت بتاعه ان هو يعلم الممثلين التمثيل، وده وحش جدا لان كلهم بيطلعوا صوره طبق الاصل منه. لكن المخرج الثاني اللي هو مش لكن بيشحن الممثل بالدور، بالخلفيه بتاعه الدور، بالعوامل النفسيه بتاعه الدور، ويسيبه يمثل على هو، لان الممثل المفروض دارس الروايه وحصل فيها بروفات وحصل فيها مناقشات لغايه ما استوعب الدور بتاعه وبعدين بيجي يمثل. على المخرج ان هو ازاي يعمل الربط بينهم والتانيين، بحيث ان واحد ما يبقاش عالي والتاني واطي، وده بيمثل بطريقه وده بيمثل بطريقه تانية، وازاي يخش مع بعضهم، وبعدين الحركه، وازاي يقدر يربط الحركه دي بالكاميرا. الكاميرا ما هي زي القلم اللي بيكتب بيه باسلوبه، كل مخرج له اسلوب بيعبر بيه. فكل ده وبعدين العمليه النفسيه، اختيار موسيقى معينه وربط الحاجات، هنا يحصل موسيقى هنا ما يحصلش موسيقى، وبعدين مسائل المونتاج بقى والمكساج، عمليه كبيره الحقيقه قوي. طب لكن انت ما عندكش هذا اللون من الكبت التمثيلي اللي انت بتتكلم عنه؟ لا ما حصليش الشرف ده ابدا. ما فكرتش انك تشتغل ممثل ابدا في أبداً. ابدا مع ان ملامحك يعني تدي كاركتر يعني انت كان ممكن تكون كاركتر في السينما يعني. ممكن، لكن الحمد لله اني ما نفسي ما لعبتنيش على الحكايه دي يعني. طيب احنا وقفنا من فتره تحيه للحي اللي انت جيت منه، وعاوزين نقف فترة تانية تحية للمخرج. يعني حتى مش ضروري مش ممكن انت هتحيي نفسك يعني، لكن اي واحد مخرج بيعمل عمل ناجح او اي فنان بيقدم عمل ناجح، فنختار له اغنية كده تيجي يعني زي نسمة منعشة وهو يعاني المعاناة الفنية. هو في الحقيقة اغنية لعبد الحليم حافظ اللي هي كانت في فيلم الوساد الخالية في يوم من الايام،
انا بعتقد ان الغنوة دي وانا بسمعها في التسجيل اطربتني بشكل وساعدتني بحيث ان انا حسيت. لحنها ايه يا استاذ؟ لا ما الحنها دي بتوقعني ما اقدرش اقول لحنها، لكن الموسيقى خصوصا الافتتاحيه بتاعتها كان فيها نوع من الغناء الاوركسترالي بشكل غني سري جدا يعني، لدرجه ان عبد الحليم ساعتها بيسالني بيقول لي يعني ايه بتاع، قلت له الغنوه دي انا حاسس ان انا كسبت مليون جنيه في جيبي، مليون جنيه دلوقتي. فكان مقدمتها وانا قدرت العب بالمقدمه عشان اصورها، لانها كانت بتدي حاله نفسيه معينه لعاشق يعني بعد عن دي. عبد الحليم قدمها في سهره الربيع يعني بتوزيع موسيقي جديد بلحن جديد يعني اتلحنت من جديد. فانا قدرت اصور اللازمه الموسيقيه الاولى دي على السحاب، ازاي ادخل السحاب في بعض والسحاب بيجري والسحاب ماشي ببطء وكتل من السحاب بحيث انها تعبر عن الحاله القتمه النفسيه اللي كان عايش فيها البطل. طب نسمعها كده يعني سواء باللحن القديم او اللحن الجديد، واذا ما اسعفتناش الظروف هنسمعك اي حاجه تانية لعبد الحليم وامرنا لله. لا كويس عبد الحليم كويس في اي حاجه. استاذ صلاح ابو سيف، إذا كنت أنت مخرج الواقعية في السينما العربية، فعاوزك تديني سمات المخرجين الآتية أسمائهم. كمال الشيخ في كلمة. هو الحقيقة كمال الشيخ بيحب التوتر أو السسبنس زي ما بنسميه. حسن الإمام. حسن الإمام يعني ملك الميلو دراما الشعبية. حسين كمال. حسين كمال يعني عمل ألوان كتيرة، لكن هو مخرج حساس وعاطفي. طب مين كمان من المخرجين يعني في بركات مثلا؟ بركات مخرج عاطفي لا شك، مخرج الرومانسية. الرومانسية بالضبط. نعم قوي. في عاطف سالم. عاطف سالم. عاطف سالم الحقيقة عنده نوع من السخرية. يعني بيحب المواقف اللي فيها سخريه شويه. مخرج ساخر يعني. اي حسام الدين يعني. طب مين من المخرجين الراحلين اثر في تفكيرك وفي مسار فنك؟ الحقيقه المرحوم كمال سليم. انا بعتبر استاذي يعني. العزيمه يعني. العزيمه. انا اشتغلت معاه في العزيمه واشتغلت معاه في الى الابد، وعملت مونتاج لاكثر من فيلم من افلامه، قضيه اليوم. لكن هو كشخصية أثر فيا كمان. يعني هو كشخصية كان شخصية عجيبة، مثقف مليان من نفسه قوي، صلت وقوي الإرادة وقوي الشخصية. فتأثرت بيه كتير الحقيقة. طب إيه الفيلم اللي أنت بتحلم أنك تطلعه للسوق؟ الحقيقة في أحلام كتيرة قوي يعني أرجو أن أقدر أحققها يعني، لكن بتراودني دلوقتي فكرة فيلم غنائي من نوع الأوبريت ما حصلش في السينما. انت ما انتش من المخرجين اللي عايشوا الأغنية السينمائية طويلا يعني ما لكش أفلام غنائية كتير. مش كتير بالرغم ان انا احب الموسيقى جدا. يعني كان املي في الاول ان انا اكون موسيقي، لكن ما قدرتش. فعاوز تعمل الفيلم موسيقي كله استعراضي. استعراضي، حتى الكلام بتاعه منغم. حتى الحوار بتاعه منغم. على نوع من التنغيم. يعني ايقاع على ايقاعات. والحقيقه القصه انا كتبتها، اول قصه كتبتها في حياتي، اول سيناريو كتبته في حياتي لغايه دلوقتي ما اتحققش. اول سيناريو كتبته في حياتك. اول سيناريو كتبته في حياتي. محتفظ بيه علشان لسه تطلعه بعد ما نضجت بقى. الحقيقه يعني انتاجه صعب وعاوز شيء من الدرايه الجامده قوي، فاعتقد يمكن دلوقتي نقدر نعمله. مين ممثلتك المفضله؟ سؤال صعب طبعا ومش علمي ومش سليم، لكن قول لي انت يعني او على الاقل خصائص كل ممثله من اللي اشتغلت معاهم. الحقيقه انا ما اشتغلتش مع ممثلين كتير قوي، لكن عملت مثلا افلام كتير لفاتن حمامه، بتمتاز بالتفاهم ودقه المواعيد ورغبتها في الانجاح العمل كله مش دورها بس، يعني تهتم بالعمل كعمل فني. اشتغلت مع سعاد حسني برضو كذا فيلم، القاهرة 30
الزوجة الثانية وشيء من عذاب، حساسة جدا، برغم ان القاهرة 30 كان اول افلامها الجادة، هي دايما كانت بتطلع افلام شوية خفيفة وحاجة كده، لكن اول مرة بتطلع ممثلة، وقبل ما تشتغل معاها الحقيقة خوفوني منها جدا، وقالوا انها ما بتحافظش على المواعيد وانها كذا وكذا، لدرجة انها ترددت اكتر من مرة قبل ما اسند لها الدور، لكن أيست في الآخر وقلت لو، لأن الدور كان مكتوب لها يعني مرسوم لها، قصة نجيب محفوظ قاهرة الجديدة، لكن يعني غمرت وقلت لو حصل منها أي شيء هضطر أن أنا أغيرها، لكن طلع أن الإشاعات المنتشرة عنها مش صحيحة، وكانت في منتهى دقة في المواعيد ومنتهى حب للشغل وبذل لكل شيء في سبيل مصلحة الفيلم يعني. في بقى من الممثلين اللي انا بحبهم برغم ان يمكن اسمهم التجاري مش كبير زي سناء جميل وسامحة ايوب، دول كلهم الحقيقة ممثلات في منتهى الروعة، لكن يعني ليهم ادوار خاصة، مثلا من الرجالة في صلاح منصور، في احمد مظهر، في عمر الشريف. عمر الشريف انا بعتبره ان المركز اللي حصل العالمي ده مش صدفة او نتيجة مغامرة او حاجة، لا نتيجة عمل دؤوب فعلا، كان بيحب شغله وكان يهمه جدا، يعني بيبذل كل ما عنده عشان ينجح العمل، كنا بنشتغل في بداية ونهاية، وكان مواعيده مثلا يجي هو الساعة 2، لكن كان من الساعة 10 الصبح تلاقيه في الاستوديو معايا، بيقعد معانا في كل شيء، يتفرج على العمل، يحاول يعمل اي حاجه، ما يترددش على انه يطيع اوامر المخرج حتى ولو كان فيها تعب او هلاك له. انا فاكر ان هو كان اصيب بالهرسيه من جراء عمه في النيل في فيلم قبل لوعه الحب، فما جه لوعه الحب انا اعتقدت على طول انه لا يمكن هنزل النيل تاني عشان اخد بالهرسي واخد الحقن اياها، ففكرت في حيلة للاخراج عشان اجنبه ان هو ما ينزلش النيل، وبعدين واحنا بنشتغل ولسه بوصف له بقول له كذا وكذا وكذا وهتقع في النيل، بس راح واقع في النيل ولا اي حاجة، ما فكرش ابدا، والله جد كان يعني انسان مطيع باي شكل، وبعدين بيدي كل اللي عنده. برضه انا فاكر حلق شعر راسه النمرة زيرو في فيلم كان بيعمله في تونس، جحا عمل جحا وحلق شعر راسه كله، بينما اي ممثل يقول لك لا ازاي امشي طبعا بتاع دي، يقول لك اعمل باروك اعمل حاجه، لكن ما امشيش اقرع لمده عشان يطلع شعره تاني، عاوز له 6 اشهر على الاقل يعني. ومحمود ياسين ايه رايك فيه؟ محمود ياسين من برضو الممثلين اللي محافظين على مواعيدهم جدا، قوة كبيرة جدا، عنده مقدرة على تفهم الدور وعلى يدي للمخرج اللي هو عاوزه، لكن كل ما كان الدور مخالف للأدوار اللي هو بيعملها كل ما يقدر يدي عطاء أكتر يعني. أستاذ صلاح الحقيقة أنت بتتكلم وأنا أتابع بقلق شديد كلماتك، لأن الشريط خلاص وصل إلى النهاية، وزي الفيلم بتاعك بداية ونهاية، بدأنا ثم أتت النهاية، كان في كلام كتير جدا كنا عاوزين نطرحه معاك للمناقشة في السينما وفي الإخراج وفي حياة الفنانين عموما، لكن ما باليد حيلة، ولعله يكون هناك لقاء جديد إن شاء الله. إن شاء الله، ألف شكر وأحييك وأتمنى لك كل توفيق. يا حسن سهرة مفتوحة، يقدمها طاهر أبو زيد.